you
You're painting it nice. Soccer bag? Yeah. Index soccer little bag? I have a bag for soccer. Where it is? I don't know, I'm searching for it. Where the hell do you have the bag for? Oh, I think I found it. Hmm? I found it. Found it? Yep. Hmm. هاي ليش هاي شو بدك تسوي؟ I want to play soccer. You play soccer when? Huh? Now? No, I just wanted to play soccer. Now I mean? Oh, these gloves, I remember them. I wonder if I can still fit. Oh, I cannot fit anymore. I'll give them the shoes more. I don't want to give these away. These ones are cool. These ones are my favorite ones. I can fit almost two. تطفي بتعرف تطفي الكاميرا؟ يب. طيب بعد ما نشفت الطاولة زي ما انتم شايفين احنا في عندنا شغلة اسمها ايبوكسي بتيجي قطعتين او شغلتين فيها بي و اي حسب الانستركشن طبعا لازم يكون الحجم نفسه اول اشي بتحط البي بس اتاكد يا اول اشي البي وانت بتحدد الحجم انا قاصص قطعه بلاستيك شو اسمه علبه عشان الحجم هذا هو شكلها شايفين اخذت الحجم اللي بدي اياه بحطه في المكان اللي اول اشي لازم بي اذا بتحط الاي ما بزبط واضح اوكي وهلا باخذ نفس الحجم هذا ب ايبوكسي اي ايبوكسي اي شويه لزج اكثر اوكي نفس الحجم بحطه فوقيها طبعا هم تقريبا نوع ماده بلاستيكيه هلا حنوقف التصوير بس حنعمل اللي هو الخلط هذا بياخذ تقريبا 5 دقائق حسب الانستركشن وحسب درجة الحرارة اللي موجودة في الخارج احنا تقريبا درجة الحرارة 23 جوا البيت وهي درجة ممتازة والخلط لازم يكون لمدة لا تقل عن 5 دقائق عشان يزبط معك الميكتشر فما تحكوا انه الوقت لا كتير وخلص خلطه كويس بده 5 دقائق خلط حنبلش الخلط ورجيني شوية هون لاحظوا كيف صارت زي اللون هيك على بياض لانه المادتين بدوا يتفاعلوا طبعا هذا المخلوط هلا المشكله اللي بتصير في هذا اللي هو البابلز هدول اللي شايفينهم البابلز اللي صارت الهواء مع الخلط بيؤدي لبابلز على السطح وهاي حلها الوحيد انك تجيب تورتش للاسف انا ما عندي تورتش ف حضطر اني اوافق على وجود هدول البابلز الان انا شو بسوي بحاول اني كبها كلها وهلا بعد شوي بصير اسويها على الطاوله زي ما انتم شايفين الماده كلها نزلت الان بحاول اني انزل كل الماده
طبعا اهم شيء، اهم شيء الارضيه، ورجيهم الارضيه ادم، انه حاطط شغله عشان، لانه هذا لازم ينزل على الحواف، فراح يسبب راح يسبب زي طرطيش على الارض، فلازم تحطوا يا اما شيء. اوكي اعتقد انه هاي تقريبا انتهت، هحطها هيك بس عشان اذا في شيء ينزل. اوكي ورجينا هون، هون ارفع شوي من فوق. المادة زي ما انتم شايفين زي البلاستيكية هيك، هلا مش عم تنشف، بدها حوالي 3-4 ساعات قبل ما تنشف، فعندك وقت تشتغل فيها. انا بدي احاول اني اغطي كل المنطقة، وهي لحالها بتصير تفرد، بس عشان زي ما انتم شايفين هيك، هاي شايفين المكان هذا. اوكي ها شايفين كيف راح تصير تنزل، هذه راح تصير في كل الاماكن، بس هلا بدي انا احاول اني اغطي اول اشي كل الاسطح. هون في مكان، راح تصير شوي شوي تنزل على الاطراف. هون لسه في شغلة بسيطة هلا احكي لكم اياها. تقريبا هيك زي ما انتم شايفين كل الاسطح هلا بتصير التوازي بينها هي، بس انت تغطي كل الاسطح وهي لحالها بتصير تقريبا تتوازى زي الازاز زي البلاستيك. هون في مش محطوط، صار عندي شوي هون، ممكن اعبي هاي المنطقة. طيب في شغلة مهمة، بس يصير عندك ينزل هيك بعد زي ما انتم شايفين صار ينزل من هون، بعد حوالي ساعة قبل ما ينشف نهائيا تيجي بتعمل له سكراب عشان ما يجمع هون زي بابلز. بس هاي الشغلات اللي لازم تنتبهوا عليها، اما غير هيك خلص احنا انتهينا من هاي الطاولة تقريبا، وراح ننتظر انها تخلص امورها بشكل سلس وطبيعي زي ما هي بدها. خلاص هذا المنظر الاخير بعد ما نشفت، الان صارت زي ازازة هيك عليها، شايفين كيف صارت تتلمع. هذا المنظر الاخير للطاولة، اذا بتشوفوا يعني بدي اورجيكم شوية، اذا بتشوفوا هيك معاي يمكن راح تشوفوا، لا والله كويس يعني. هون في زي بقعة صغيرة زي فقاعة هواء، هاي اعتقد من بس بشكل عام هذا المنظر طلع. طبعا احنا قبل هيك كنت عامل هاي الطاولة زي مكتبي هيك، كانت خشب ومش وشكلها، طبعا احنا عاملينها شكلها سيء فزبطناها وصار هذا المنظر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.